سلام، اهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا بكل متابعينا الاوفياء في قناه تي في فريكونسيز. ساقدم لكم احبائي كل ما هو جديد وباختصار شديد. قبل البدء في الفيديو صلوا على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، عليه افضل الصلوات وازكى تسليم. سنقدم لكم اليوم التردد الجديد لقناة الفجر الناقلة للأفلام الأجنبية والمسلسلات التركية من القائمة الرئيسية المنيو نختار التركيب، ثم قائمة تي بي التي هي قائمة الترددات، ثم نضغط على زر إضافة التردد لنضيف التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية التردد 11.033. القناة ثرية بالبرامج وخاصة الأفلام الأجنبية والمسلسلات التركية. 5000 والاستقطاب عمودي V. هذا التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية، سيتم تغيير التردد في أول الشهر القادم الموافق ليوم الجمعة القادمة. مشاهدة طيبة وممتعة أتمناها لكم أحبائي المشاهدين والمتابعين الأوفياء. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. Yeah.